وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف من مكة المكرمة ناصر عبد الله السعدون، منسق اللجنة الأمنية البحرينية للحج. نرحب فيك أستاذ ناصر في نشرة أنباء ثالثة. ولو توضح لنا يعني خطة تفويج الحجاج في مشعر منى وآخر استعدادات اللجنة الأمنية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشكر وزارة الإعلام قناة تلفزيون البحرين على إتاحة الفرصة لنا لتقديم الأشياء البسيطة اللي قدمناها حق الحجاج. نعم. في خطة التفويج، طبعا احنا خطة التفويج قبل اقتبال وعندنا القصة لازم نجتمع يا الأمن السعودي، نقوم عدة اجتماعات ويا الأمن السعودي أساسا نحط الخطة اللي دائما احنا نمشي عليها كلجنة أمنية بحرينية بالتعاون مع الأمن السعودي. بعد ما نوضع الخطط نبتدي نادي الحملات أو نادي الحملات أصحاب الحملات ونعرض عليهم الخطة، خطة التفويج من دخولهم من منى إلى عرفة ومن عرفة النفرة إلى مزدلفة يوم عرفة أو مساء عرفة، ونتبين منهم السلبيات والإيجابيات إن شاء الله نحاول قد ما نقدر نتفاداها ويكون إن شاء الله التفويج سلس لحجاج الحجاج البحر. نعم نعم، نتمنى لكم التوفيق إن شاء الله. من مكة المكرمة ناصر عبد الله السعدون، منسق اللجنة الأمنية البحرينية للحج، شكرا جزيلا لك.